زي منديل كده وقال لي امسح الدم. دخلت طبعا الغرفة قعدت شوية دم سايح، زملائي بيدوروا على حد من الدكاترة، حد من الممرضين مثلا نعرف مكان الدكاترة أو نسأل الدكتور الجراح فين المسؤول إن هو خيط الجرح. طبعا ما فيش حد. بعد حوالي مثلا تلت ساعة لقينا عامل اللي هو العلاقات العامة اسمه أحمد صقر يعرفنا طبعا. جرى على الجنة، راح ينادي للدكاترة أو اتصل بيهم وهو تحت، يعني رن عليهم ردوا وما ردوش، أنا برضو ما أعرفش. هو حس إن الموقف رخم يعني، مريض وبيسيح في دمه، فجرى على المستشفى جوه ينادي للدكاترة شوية ولقيته نازل من غيرهم. فين يا أستاذ أحمد الدكاترة وزملائي بيتكلموا؟ ده نازلين شوية نازلين. فوجئت ان هم جايين السادة الاطباء، اللي حط ايده في جيبه، اللي طبعا زعلان سيادته ان هو صاحي من النوم طبعا يعني. فاستهام ده كان الساعة كام؟ كانت حوالي الساعة 2 2 ونص بالليل. فانت بتقول الاطباء جايين يعني زعلانين النوم؟ ما اسعفنيش هو، ما تعاملش معايا بشكل انساني، اتعامل معايا على اني يعني انا حاجه غريبه صحيته من النوم مثلا الساعه 2 بالليل ولا انا ازعجته. ما كانش في مواطن في المستشفى غير حارس واحد على البوابه اللي فتح لنا بوابه، ما كانش في حد موجود في المستشفى ساعتها. جه الدكتور احمد السيد والدكتور مؤمن. الدكتور مؤمن وقف طبعا، هو جاي اللي هو احمد صقر دوت، قال له ان في امين شرطه وشه مقطوع وكده وزميلنا. فطبعا هو جه وقف على باب الاستقبال بعيد كده، شيل الجرح، شلت الجرح، الدكتور احمد السيد واقف جنبه عمل له كده يعني شاور له باستهزاء مثلا، يعني الموضوع مش مستاهل طبعا. تمام سعادتك، مش مستاهل انه يعني شايف الاصابه بسيطه، ان انا ما اصحاش يعني من النوم يعني، ان انا يعني انت قلقتني وبص للراجل اللي هو نداله من النوم كده يعني ايه اللي انت عملته معايا ده. فالدكتور احمد طبعا بيقول لي ايه يا عم ده انت بتتدلع. فقلت له وانا بتدلع ليه؟ وانا المفروض اجي لك مقطوع وش نصين عشان ما بقاش بتدلع ليه؟ عامه انت زعلان ان انا صحيتك من النوم؟ انا اسف ان انا صحيتك من النوم، حقك عليا معلش، اعمل ايه طيب؟ طب اسعفني، طب اعمل لي اي حاجه. قال لي حضرتك ايه اللي عورك؟ قلت له انا اصطدمت ببوابه حديديه، كنت بجري ورا متهم واصطدمت ببوابه حديديه. قال لي الدكتور احمد السيد اصطدمت بالبوابه الحديديه. فقال لي انت شغال ايه يعني؟ قلت له انا امين شرطه. قال لي ما انتوا كفار. ايه؟ طبعا دارت قال لك انتوا كفار؟ انتوا كفار. طبعا دارت الكلمه منه على كلمه من زميلي، امتنع هو عن محمد. خلي بالك التعبيرات دي يعني، انت هنا شهاده حق اللي بتقولها؟ اكيد طبعا. ولا بعد ما افتعلت الازمه فانت عايز تلبس الاطباء انهم بيتعاملوا مع الشرطه على انهم كفار؟ احنا يا فندم عمرنا ما كان معانا خلاف مع الاطباء في اي حاجه، حاجات كتير بتحصل يعني في المستشفى المطريه. هو قال لك انتوا كفار؟ اي ما انتوا كفار يعني. لا لو سالتك باسلوب المحاكم اللي هو التقليد، اقسم بالله العظيم اقول الحق، ده حقيقه. تقسم بالله انه قال لك ده حقيقه؟ ما انا بقول لك، ما هو اصل الصدق لو قلت لك باسلوب هنستنى للاخر وهنتكلم. لو استخدمت اسلوب المحاكم يعني انه اقسم بالله العظيم اقول الحق، هو قال لي احنا كفار. اقسم بالله ده حصل. ايه اللي خلى المشكله؟ سيادتك دكتور جاي لك وانت سايل في دمك، ايه الناتج ان انت تعمل معاه مشكله؟ نخش في المشكله الاساسيه. ايه سعادتك؟ لا ما احنا هندخل في المشكله الاساسيه. إيه؟ بس هي ما هو ده خط يعني، انا لازم اسمع شهادته. ايه الفكره ان احنا مثلا نكلم دكتور او نهين دكتور وانا سايح في دمي وهو اللي في ايده علاجي؟ يعني الدكتور هو اللي في ايده علاجي، ايه المشكله في كده؟ انا مش لا ومفيش حد بص في الجانب ده يعني، في هذا الجانب اللي انت بتتكلم فيه اذا ثبت كلامك صح يعني. تمام صح، مفيش شك. انت امين شرطه، ممكن يخلق البتاع اللي على راسه دي ويوري الناس قد ايه الجرح اللي موجود قد ايه عشان نشوف اللي سايح حوالي 3 او 4 سم.